بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونبرأ من الحول والقوة إلا إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ صلى الله عليه وسلم الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة ومحى الظلمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، وحتى ترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكب طريقها إلا ضال، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وأحبتي من الفائزين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، فيا أيها الأبناء والبنات، ويا أيها الإخوة، ويا أيتها الأخوات، بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثانيا، نهنئكم ونبشركم بهذه البشريات التي بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. هذه بشريات عظيمات بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فأقول لكم هنيئا لكم ثم هنيئا لكم بهذه البشريات من حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، وهذا أيها الإخوة الكرام ليس
من عندنا وبجهدنا، وإنما هو بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، حيث جمعنا في هذا المكان وفي هذا البيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، حيث حرم من هذا الجمع الكريم في بيت من بيوت الله تعالى آلاف وملايين بل ملايير البشر حرموا من هذه النعمة. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى أيها الشباب، واشكروا الله تعالى شكرا جزيلا، حيث جمعنا الله سبحانه وتعالى في بيت من بيوت الله تعالى. على ماذا؟ ما اجتمعنا على مصلحة من المصالح، أو على غرض من أغراض الدنيا، أو على منفعة من المنافع الدنيا، وإنما اجتمعنا في الله ومن أجل الله وعلى ذكر الله تعالى. فهذا هو المقصد الوحيد الذي اجتمعتم من أجله، أم فيه مقاصد أخرى؟ والله ما في مقصد آخر إلا هذا المقصد، ألا وهذه النية الوحيدة التي من أجلها جئنا من مدن مختلفة، من مدن شتى، ومن أماكن بعيدة، وقطعنا مئات الكيلومترات. لماذا؟ لماذا قطعنا وهذه المشقة الكبيرة وبأولادنا من أجل أن نلتقي في الله سبحانه وتعالى، وأن نجتمع على الله سبحانه وتعالى وفي الله سبحانه وتعالى. اسمعوا إلى البشرى أيضا أخرى، وهي البشرى الخامسة من رسول صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الجليل، يقول عن الله تعالى، الله تعالى يقول: وجبت محبتي، وجبت محبتي للمتجالسين فيه. احنا الآن جالسون على ماذا؟ عقدنا هذه الجلسة وجالسون في هذا المكان في الله، ما فيه نية أخرى أبدا. وجبت محبتي للمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه. احنا الآن جئنا لنزور بعضنا بعضا، وجئنا لزيارة هذا المكان، فحق على الله تعالى أن يكرم زائرة، فالله تعالى سيكرمنا إن شاء الله تعالى، سيكرم زواره في هذا المكان وفي هذا المسجد وفي هذا البيت من بيوت الله. فالله تعالى حينما نودع ونخرج من هذا المسجد إن شاء الله سيقول لنا: ارجعوا مغفورا لكم بإذن الله. سنرجع إلى بيوتنا وقد غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا وأكرمنا سبحانه وتعالى بكرامة لا نعلم قدرها ومقدارها، ولا يعلم هذا إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تظنوا أيها الإخوة والأخوات أنكم غادرتم وتركتم بيوتكم وأولادكم وجئتم إلى هذا المكان وسترجعون بلا شيء أبدا، وإنما ترجعون إن شاء الله سالمين غانمين إن شاء الله. والله ستغنمون، ليست غنائم الدنيا وإنما غنائم الآخرة، غنائم الآخرة. سيتحفنا الله تعالى وسيكرمنا بأجور عظيمة لا يعلم مقدارها إلا الله. وجبت محبتي للمتجالسين فيه وللمتزاورين فيه وللمتحابين فيه. اللهم اجعلنا من المتحابين في الله، اللهم اجعلنا من المتحابين في الله، اللهم اجعلنا من المتحابين في الله عز وجل. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه بشريات بشرنا بها المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بشر كل من يجلس في حلقة من حلقات الذكر في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى. بشرنا بالبشرى الأولى أن السكينة تنزل علينا. فالمسلم في بيت من بيوت الله تعالى إذا وجد وجلس إنما يجلس على ذكر الله تعالى، فإنه يحس بالطمأنينة، يحس بالسكينة، يحس بالسرور،
يحس بالسعادة التي لا يحس بها إلا أهل الإيمان، إلا أهل الذكر، كما قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه السعادة يا إخواني، احنا المسلمين لماذا يحاربون؟ والله يحاربون على هذه السكينة، على هذا الهدوء النفسي، لأن السعادة ليست في المال أو في كثرة المال والمناصب، وإنما السعادة الحقيقية هي في تقوى الله. ولذلك قد صدق الشاعر حين قال: ولست أرى السعادة جمع مال، إنما السعيد هو التقي. السعيد هو من اتقى الله، هو من أطاع الله، هو من امتثل أوامر الله واجتنب نواهي الله سبحانه وتعالى واستقام على منهج الله سبحانه وتعالى حتى أتاه اليقين. هذا هو السعيد. إذن أيها الإخوة الكرام، أعظم بشرى يستفيدها المسلم وهو جالس في بيت من بيوت الله أن الله تعالى ينزل علينا سكينته، وتحفنا ملائكة الله. اعلموا علم اليقين أن الجالسين في بيوت الله على ذكره فإن الملائكة الأخيار الأطهار الأبرار تحفنا، والله إن ملائكة الله تحفنا. ملائكة الله سبحانه وتعالى تحفنا، هذا شرف، هذا شرف لنا أيها الإخوة والأخوات، ما بعده شرف. الملائكة الله تحفك عن يمينك وعن شمالك. نعم، إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة فهي رحمة الله تغشانا. أيها الإخوة الكرام، ماذا نريد أكثر من رحمة الله؟ ماذا نريد إلا أن يرحمنا الله تعالى برحمته؟ ولا يرحم الله تعالى إلا من اتقاه. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. إبليس قال: أنا شيء من الأشياء، فأخرجه الله وطرده، فقال: فسأكتبها للذين يتقون. إن رحمة الله قريب من المحسنين، رحمة الله ليست قريبة من المسيئين والمجرمين والكافرين، وإنما رحمة الله قريبة من أين؟ من المحسنين. وتغشاكم الرحمة. وآخر البشريات: ويذكرنا الله في من عنده. في من عنده في الملأ الأعلى يذكرنا الله، ويقول الله تعالى لملائكة: انظروا إلى عبادي، إلى عبادي المؤمنين، انظروا إليهم، هؤلاء الذين قلتم بأنهم سيسفكون الدماء ويفسدون في الأرض، انظروا إليهم، انظروا إليهم هم في بيت من بيوتي ذاكرين لي، شاكرين لي، مسبحين لي، مثنين علي. ويذكرنا الله، ويذكر الله في من عنده. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، أقول لكم هذه البشرى الأخيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول لكم كما قال رسول الله: طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. إذن أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نعرف قدر هذه المجالس، قدر هذه الاجتماعات، قدر هذه اللقاءات. إن لم يكن أيها الشباب والشابات، إن لم يكن إلا هذا الخير، إلا هذه البشريات في هذا اللقاء وفي هذا الاجتماع، إلا هذه البشريات لكفانا فضلا. ولا لا، لو كان غير في هذا اللقاء، غير هذا الفائدات، غير هذه البشريات، لكفانا ذلك فخرا وعزا ومجدا
وقدرا عند الله تعالى. أما الفوائد الحمد لله لما نجتمع الفوائد كثيرة وكثيرة جدا، وليست هذه البشريات فقط، وإنما أنا قلنا بأن لو كانت إلا هذه البشريات التي بشرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، كان هذا كافي. ولكن فيه فوائد جمة، فوائد شتى، فوائد كثيرة نستفيدها إذا اجتمعنا مع بعضنا البعض في هذه اللقاءات المباركة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Der Sheikh hat angefangen, natürlich, indem er Allah Azza wa Jal dafür Lob preiste und dankte, dass Allah Azza wa Jal uns es ermöglichte und uns dazu recht leitete, dass wir uns ja hier in einem seiner schönen Häuser treffen und ihm gedenken dürfen. Und er hat einige Vorzüglichkeiten uns erwähnt und uns an einige Vorzüglichkeiten erinnert, die Allah Azza wa Jal uns beigebracht hat über die Zunge des Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, indem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung, dass wenn sich eine Gruppe der Gläubigen in einem meiner Häuser, yani ist ein Hadith Qudsi, Allah sagt das in diesem Hadith, der spricht, und Allah sagt, wenn sich eine Gruppe von Gläubigen in einem meiner Häuser versammeln, sie rezitieren oder verlesen den Koran unter sich und lernen ihn, yani und allgemein gedenken Allah in einem seiner Häuser, dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, dass Allah azza wa jalla in diesem Hadith sagt, er sagt, dass sie einige Vorzüglichkeiten haben und einige Belohnungen. Und zwar, dass sie zum einen, dass Ruhe und Segen herabkommt. Dass Allah als solches von seiner Ruhe und von seinem Segen sozusagen auf sie herabkommen lässt. Und dass die Engel um sich umgeben und mit ihnen teilnehmen und umgeben von Engeln sind. Yani du sitzt hier und Engel sind um dich herum und sitzen neben dir und über deinen Kopf und überall um dich herum sind Engel, die Diener Allahs, die ihm sich nie widersetzen. Auch werden sie umgeben von der Barmherzigkeit Allahs, die herabkommt. Von der Barmherzigkeit Allahs und dazu noch, dass Allah Azza wa Jal sie mit Namen nennt und sozusagen prahlt mit diesen gläubigen Dienern, die für Allah Azza wa Jal sich im Haus Allah Azza wa Jal treffen, um Allah zu erwähnen. Allah Azza wa Jal nennt sie jeden Einzelnen mit Namen und lobt sie und sagt zu den Engeln: O Engel, schaut auf diese Diener, schaut auf meine gläubigen Diener. Ihr habt gesagt, wie es in Surah Al-Baqarah steht, ihr habt gesagt, dass sie ein Unheil auf Erden stiften werden. Aber schaut auf meine gläubigen Diener, die sind gekommen in einen meiner Häuser und erwähnen mich und gedenken mir. Und der Prophet sagt in einem anderen Hadith, Qudsi, sagte der Prophet, dass Allah Azza wa Jal sagt, meine Liebe, die Liebe von Allah Azza wa Jal ist verpflichtend für jene, die sich für mich getroffen haben, die sich für mich versammelt haben. Die mich erwähnen und wegen mir sich besuchen und lieben. Für sie ist meine Liebe verpflichtend, dass Allah Azza wa Jal sie liebt. Und er sagte weiter, und was, yani, und wenn man nach Hause geht, und wenn man nach Hause geht und diese Sitzungen verlässt, dann sagt Allah Azza wa Jal, geht hinaus
Eure Sünden wurden vergeben. Eure Sünden wurden vergeben. Und der Scheich sagte, er sagte, das ist genügend, das wäre schon genügend, wenn wir nur diese Vorzüglichkeiten, die uns der Prophet und Allah genannt haben, wenn es nur diese wären, dass Allah dich ernennt, mit deinem Namen nennt, subhanallah, deinen eigenen Namen spricht und dich lobt und seine Barmherzigkeit herabkommt und seine Engel mit dir teilnehmen in dieser Sitzung und Allah dich erwähnt und dir deine Sünden vergibt. Es würde genügen. Es gibt natürlich viel, viel mehr Vorzüglichkeiten von diesen Sitzungen, die Allah liebt. Aber diese, alleine diese, die er nannte, diese, die in den Hadithen geschrieben stehen, würden vollkommen ausreichen, dass es sich vollkommen lohnt, dass man an solchen Sitzungen immer wieder teilnimmt. Das würde schon reichen. Natürlich, da kommen noch viel, viel mehr Sachen. Die Liebe zu den Geschwistern wird größer. Man lernt, wie man Allah anbetet. Man nimmt Wissen mit, das einem nützt im Leben und das einem nützt im Jenseits. Aber alleine diese Vorzüglichkeiten und diese schönen Belohnungen und diese Huld und Gunst Allahs Azza wa Jal in den genannten Sachen würde schon komplett dafür ausreichen. هذه الكلمات كانت مقدمة ومدخلا لموضوعنا الذي بدأنا الحديث عنه في الجلسة الماضية وكان بعنوان الغرباء الأولون الغرباء الأولون انطلاقا من قول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء هذا الحديث النبوي الشريف رواه جمع من الصحابة جمع غفير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون على 20 صحابي روى هذا الحديث جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ حتى قال عنه المحدثون منهم الإمام السيوطي وغيره أن هذا الحديث هو من الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث متواتر والحديث المتواتر هو ما رواه الجمع عن الجمع عن جمع يستحيل الكذب على هذا الجمع إذن هذا الحديث لا ريب ولا شك في صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح 100% عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يا شباب يجب أن نصغي إليه بآذان قلوبنا قبل آذان عقولنا لماذا؟ لأن في هذا الحديث الشريف فوائد جمة من أعظمها أن هذا الحديث هو يمثل معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظروا إلى واقعنا الآن المعاصر لتعلموا علم اليقين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فخبر النبي صلى الله عليه وسلم شوف طبق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الغربة الآن متحققة أم لا إننا نعيش في الغربة الثانية من غربة الإسلام
لذلك يزداد المسلم يزداد إيمانه ويزداد تصديقه ويزداد حبه للمصطفى صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى كما قال الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والوحي يا شباب وحيان، كاين الوحي المتلو وهو القرآن، والوحي غير المتلو وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إذن هذا الحديث أنصح أبنائي وبناتي أن يحفظوه وأن يفهموه وأن يجتهدوا تمام الاجتهاد في فهمه وأن يتدبروه وأن يتأملوه حق التأمل. لماذا؟ لأن في هذا الحديث هو نبراس، نبراس لنا، إن فهمناه حق الفهم يعطينا ماذا؟ يعطينا قوة ويعطينا ثباتا فوق ثبات على ديننا. المسلم حينما يقرأ هذا الحديث ويفقه معانيه ويفهم معانيه حق الفهم، من أعظم فائدة يستفيدها المسلم والمسلمة من هذا الحديث أنه يزيده ثباتا على ثبات وتشبتا على تشبت بدينه، مهما رأى من حرب على الدين ومهما وجد في طريق هذا الدين من عقبات ومن عوائق ومن مشاق، فإنه إذا فهم هذا الحديث يهون عليه كل هذه المعوقات، كل هذه العقبات، كل هذه المشاق، كل أذى يهون عليه حينما يتذوق ويفهم كلام الرسول. هذا الحديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. ثم أريد لفت أنظاركم أيها الأبناء والبنات إلى أن الغربة، غربة الدين، يجب أن نفهمها حق فهمها، لأن كثيرا من الناس وكثير من الشباب والشابات لا يفهمون حقيقة الغربة في الدين. لذلك يجب علينا أن نعرف حقيقة الغربة في الدين ومعنى الغربة في الدين، لأن الكثير من الناس يفهمون الغربة في الدين فهما سلبيا. كيف ذلك؟ يقول لك: يا أخي، ما دام الفساد قد استشرى وأن الكفر قد طغى وأنا غريب لا أستطيع أن أفعل شيء، إذن هذا مفهوم يا إخوان. لما نفهم هذا الحديث بهذا الفهم الخاطئ يجعلنا ماذا؟ نتقاعس وننكمش ونيأس كما يأس الكثير من الناس وينتظرون نزول المهدي. المهدي يقول: يا سيدي، لا نستطيع أن نفعل شيء، الفساد استشرى والفتن تموج كموج البحر ونحن في الغربة، ماذا نفعل؟ فعلي بنفسي، فعلي بنفسي، ولا أستطيع أن أغير من هذا الواقع شيء، لأننا في غربة الإسلام، الغربة الأخيرة. يا شباب، هذا الفهم صحيح لغربة الدين؟ والله هذا الفهم غير صحيح أبدا. لماذا؟ لأن الغريب يا إخواني في الله، الغربة في الدين أو الغريب في الإسلام، هذه الغربة ليست سلبية،
وإنما هي غربة إيجابية. ومن أين نتعلم هذا؟ نتعلمها من هذا الحديث، لأن الحديث روي قلنا بطرق كثيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل، قالوا لي يا رسول الله ومن الغرباء؟ حديث فيه زيادات، بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. فسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله من هم الغرباء؟ ما صفاتهم؟ ما علاماتهم؟ لأن الغرباء عندهم أوصاف، عندهم علامات. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الغرباء اسمعوا قوم إيجابيون وليسوا سلبيين، قال يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. هذا هم الغرباء، يصلحون ما أفسد الناس من الدين. الناس ابتعدوا عن الدين، ها شوهوا الدين، يلون نصوص الدين ها كما يحلو لهم، ها لأن الدين احنا يجب أن نفهم أيها الشباب، يجب علينا أن لا نطوع الدين وفق أهوائنا وشهواتنا، وإنما يجب علينا أن نخضع نحن للدين، وليس الدين نطوعه وفق أهوائنا وشهواتنا أبدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن كثير من الناس الآن يقولون لك يا أخي الواقع لابد، يقول لك شوف لخصك الآن، احنا الآن مسلمين لابد أن نمشي مع الواقع، هذا الواقع ضاغط علينا، يا أخي شوف ماذا نعمل؟ يقول لك لابد أن تمشي مع الواقع، صغر تلائم الواقع. يا أخي كيف نلائم الواقع ونعصي الله ونخرج عن شرع الله ونفتري على الله سبحانه وتعالى؟ أبدا، بل يجب على الواقع، الواقع هو خصو يخضع لشرع الله وليس العكس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس العكس. مش الدين يكون تبع لأهوائنا، لا، يجب علينا نحن المسلمين أن نخضع وأن نخضع أهواءنا وعقولنا للدين، للإسلام، لأنه هو الحاكم علينا، ولسنا نحن احنا نحكم على الإسلام، الإسلام هو الحاكم علينا وهو المهيمن علينا وهو المتحكم في حياتنا وهو الذي ينظم شؤوننا كلها، كما قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو الدين، حياتنا كلها يجب أن تكون خاضعة للدين، يتحكم فيها الدين، نعم، وينظمها الإسلام، لأن الدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، معني نظاما ومنهاجا ودستورا لحياتكم. أنت عندك جزيس، عندك دستور، يجب أن تخضع لهذا الدستور ولهذا النظام الرباني الذي أنزله الله على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الشباب، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب رسوله فيقول فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. الذي لا يستجيب لشرع الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللمعلم
وللقائد وللقدوة فليكن على يقين أنه يتبع هواه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم، يعني علم اليقين وعين اليقين، أنك بعيد عن شرع الله، بعيد عن الدين، وإنما تتبع هواك، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. إذن يا إخواني في الله، يجب أن نقف وقفة متأنية مع مفهوم غربة الإسلام، مفهوم غربة الإسلام، ومفهوم حقيقة غربة الإسلام، ومعنى غربة الإسلام، حتى لا نقع في الفهم الخاطئ، في الفهم المغلوط. لماذا؟ لغربة الإسلام. قلوا احنا سيدي غرباء، ونكتفي بأنفسنا، ونترك يش هذا الفساد يزداد استشراء، ويزداد والعياذ بالله فساد على فساد، وظلمات على ظلمات، ونقول والله يا أخي الغربة غربة الإسلام، وأنا علي بنفسي، وهذا المجتمع الآن متلاطم الأمواج، لا أستطيع أن أفعل شيء. لا، هذا فهم ليس فهم أهل السنة والجماعة، ليس فهم السلف الصالح، وإنما هو الفهم للصوفية. هذا فهم الصوفية، يقول دع الملك للمالك، دع مال قيصر لقيصر، ومال الله لله. هذا الصوفية يقولون هذا. نعم، ولذلك نجد في التاريخ أن المستعمرين الذين استعمروا بلادنا، بلاد المسلمين من المغرب إلى المشرق، نجد في طليعة من ساعدهم ومن ناصرهم الصوفية، هم الذين ناصروا الاستعمار، وكانوا اليد اليمنى للاستعمار. ولذلك الآن في العالم الإسلامي من المغرب إلى المشرق فيه حملة على الإسلام السني، على الإسلام السلفي، وفيه تشجيع لمن؟ للصوفية بجميع فرقها ومذاهبها. ويسمون هذا الإسلام الصوفي يسمونه الإسلام المستنير، الإسلام الذي يرضي الأمريكان، الإسلام الأمريكي، لا يتدخل في السياسة ولا يتدخل في الحكم، ويقولون ويستشهدون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. السياسة لا تعنيهم، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يعنيهم، لا من قريب ولا من بعيد. فهم يش هؤلاء هم السبب، قلنا فيش في فساد المجتمعات، وفي إعانة أعداء الله سبحانه وتعالى على المسلمين. dieser Hadith, meine lieben Geschwister, wurde überliefert von vielen der Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Über 20 Gefährten des Propheten sallallahu alaihi wasallam haben diesen Hadith überliefert. Und man kann aus diesem edlen Hadith viele Lehren ziehen, viele Lehren und Vorzüglichkeiten ziehen. Man merkt seine Gewissheit, man merkt sie, weil wir wissen schon, dass der Gesandte Allah ist. Wir haben keine Zweifel darin, aber man merkt noch mehr die Gewissheit, wenn man die Überlieferungen liest, die der Prophet uns überlieferte, indem er über die Sachen sprach, die alle in der Zukunft passieren. Und dass diese Sachen genauso passieren, wie der Prophet sie sagte. Alle Hadithe, subhanallah, so viele, hunderte, vielleicht sogar tausende Hadithe, wo der Prophet Sachen sagt oder überlieferte, die allesamt in der Zukunft passieren. Und alle diese Hadithe und alle diese Begebenheiten haben genauso stattgefunden. Und das erleben wir jedes Mal in unserer Zeit und zu jeder Zeit erkennen die Muslime, dass wieder und wieder Sachen zutreffen, die genau der Prophet sallam genauestens beschrieben hat. Und auch in diesem Hadith hat er gesagt, dass der Islam als Fremder begonnen hat. Und das war ja seine Zeit, die erste Zeit. Und dass er wieder als Fremder gehen wird. Und diese Zeit ist genau unsere Zeit, in der wir jetzt leben, weil es genauso wieder fremd ist, nach der Sünde zu leben, nach der Wahrheit, die Wahrheit zu sprechen, die Wahrheit
Allah Azza wa Jalla anzubeten und so weiter, diese ganzen Sachen zu La ilaha illallah aufzurufen, die Sunna zu praktizieren, man ist wieder heute fremd und man wird ausgelacht und man wird geschlagen und. Genauso wie es in der ersten Zeit der Fremdheit passierte. Also wie gesagt, es mehrt dem Gläubigen an Gewissheit, dass der Prophet sallam die Wahrheit spricht und dass er der Gesandte Allahs ist. Man mehrt. Ja, es wird, ja, die Gewissheit wird noch stärker im Herzen eines Gläubigen. Und Allah azza wa jalla hat das auch natürlich gesagt im Koran, indem er sagte, und er spricht nichts von sich selbst. Er spricht nicht von seinen Gelüsten. Das, was er spricht, ist das, was ihm eingegeben wird. Yani das, was Allah azza wa jalla ihm eingibt. Allah hat das auch bestätigt. Auch gibt uns dieser Hadith die Vorzüglichkeit, dass wir standhaft werden und Standhaftigkeit üben und uns aneignen, weil wir von Allah azza wa jalla diese Nachricht schon bekommen und vom Muhammad azza wa jalla bekommen haben, dass diese Prüfungen und dass diese Zeit bereits kommen wird. Das heißt, du bist hier schon gewiss, du weißt schon, es wird eine harte Zeit kommen. Und ich lebe in der Zeit, in der Allah, die Allah azza wa jalla für uns sowieso vorgeschrieben hat. Und Allah will uns prüfen. Allah will uns prüfen, um zu sehen, damit wir erkennen, wer der Wahrhaftige ist von dem Lügner. Wer einen wahrhaftigen Glauben hat und wer nur spielt und betrügt, wie Allah das in Surat die Spinne sagt. Direkt am Anfang die ersten Verse und auch in anderen Versen. Na, manche, liebe Geschwister, manche Menschen und manche Muslime verstehen diesen Hadith falsch und sagen und sprechen dann so, dass sie sagen, es gibt doch sowieso so viele Verführungen und so viele, wir leben in einer anderen Zeit und es gibt so viele, so viel Unheil auf der Erde und da kann man gar nichts mehr machen. Hauptsache ich rette mich selbst und ich habe mit diesem Glauben und mit dieser Dawa und so weiter habe ich nichts zu tun. Ich rette mich selbst und will mit all dem anderen nichts zu tun haben, weil die Verführungen sind so groß und so weiter. Und das ist natürlich ein falsches Verständnis und ein falsches Verständnis von dieser Überlieferung. Ist diese Zeit der Fremdheit, in der man fremd ist. Ist es im Allgemeinen eine positive Zeit oder eine negative Zeit? Ja, viele Menschen würden natürlich sagen, es ist eine negative Zeit. Ja, viele negative Aspekte um uns herum, überall. Überall yani, wird Blut vergossen, wird yani, Unheil, Unrecht getan und so weiter und so fort. Aber das ist keine negative Zeit, sondern eine positive für die Gläubigen. Es ist positiv für die Gläubigen. Na, und der Prophet sallam wurde gefragt, yani dieser Hadith, ich habe den am Anfang nicht genannt, ist genau der gleiche Hadith natürlich, den wir schon gestern nannten, in dem der Prophet sallam sagte, der Islam hat als Fremder begonnen und wird wieder als Fremder gehen. So, Toba für diejenigen, die fremd sind. Und Toba ist ein Baum im Paradies, wie ihr wisst. So, da wurde der Prophet sallam gefragt, wer sind denn diese Ghuraba? Ja, und da gibt es natürlich yani viele Überlieferungen, ähnliche Überlieferungen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte. Eine davon, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es sind jene, die Ghuraba sind diejenigen, die den Übel, der in die Religion, in den Glauben gesetzt wurde, wieder bekämpfen und austauschen durch die Wahrheit. Ja? Die das Unheil auf Erden bekämpfen. Die ja nie das, was schlecht ist, zum Guten tauschen. Und es gibt, wie gesagt, mehrere Formen, wie der Prophet sallam diese Fremden beschrieben hat. Der Prophet sallam sagte in einer authentischen Überlieferung, keiner von euch ist gläubig, eher er nicht oder seine Gelüste und seine Lust nicht dem folgt, was mir herabgesandt wurde. Keiner von euch ist gläubig. Und natürlich ja nicht, dass einer Angst hat und sagt, Khalas, ich bin aus dem Glauben draußen, weil das eine schwere Sache ist. Damit ist natürlich gemeint, der vollkommene Glauben, der vollkommene Iman. Aber der Prophet ihm sagte, niemand oder keiner von euch ist gläubig, eher er nicht, bis er nicht seine Gelüste oder bis nicht seine Gelüste und seine Lust und seine Laune dem folgt,
was mir herabgesandt wurde, dem Islam folgt, der Sunna des Propheten folgt. Und deswegen darf man nicht sagen, ja, wir leben heute in einer anderen Zeit. Man kann das nicht vergleichen wie früher. Man kann das nicht vergleichen wie früher und es sind andere Umstände, es sind andere Zeiten, wir sind schwach und so, wir müssen jetzt die ganzen Gesetze und die Sachen ändern, wir müssen uns ändern, wir müssen uns ausziehen, wir müssen dies und wir müssen das. Und sie versuchen, den Glauben zu ändern auf ihre Gelüste und auf ihre, die Leichtigkeit in ihrem Leben. Denn sie versuchen, sich selbst über den Islam und über den Glauben Allahs zu stellen und ihn, den Glauben Allahs, damit dann machen zu wollen, was ihnen recht ist, damit es ihnen gut geht. So ungefähr. Aber natürlich ist es das falsche Verständnis, weil es normalerweise genau das Gegenteil sein muss bei uns, bei den Gläubigen, dass du und deine Gelüste alles dem folgt und die Menschen und ihre Gesetze alles dem folgt, was Allah herabgesandt hat. Der Islam, der Glaube Allahs wird nicht zurechtgewiesen und zurechtgeformt, sondern du musst dich und wir Menschen müssen uns zurechtformen und zurechtbiegen, sodass wir den Islam so praktizieren, wie Allah es möchte. Es ist ja nicht deine Religion und nicht meine Religion und wir haben nicht die Macht dazu und das Recht dazu, uns bzw. die Gesetze Allahs oder allgemein die Religion Allahs zu ändern, weil es uns oder weil es bestimmten Gruppen und Menschen und Unterdrückern lieber ist. Ja? Und das ist mehr, sagt er, es ist mehr die Eigenschaft der Sufisten, ja, der Sufis. Die haben diese Eigenschaft, dass sie diesen Glauben haben, dass sie sagen, ja, lass den König machen, was der König macht und jeder soll das machen, was er möchte und dich geht diese Sache nichts an und erwähnen diesen Hadith vom Prophet sallam, zum guten Muslim sein gehört, dass du das lässt, was dich nicht angeht und so weiter. Und die sagen, und die wollen welchen Islam praktizieren? Den amerikanischen Islam. Ja, den Islam, den amerikanischen oder Euro-Islam. Das, was andere Leute, so wie andere Leute gerne diesen Glauben ändern würden. Und das ist natürlich ein falsches Verständnis. Und diese Leute sind auch diejenigen, diese Sufis, die am meisten den Islam und die Sunna des Propheten heutzutage bekämpfen in unseren Ländern und werden natürlich sehr, sehr gut und sehr, sehr stark unterstützt von den Regierungen, von den ungerechten, schlechten Regierungen in den islamischen Staaten und sogar werden sie unterstützt von den Feinden des Islams vom Westen. Und sie haben auch diese westlichen Unterdrücker und Mörder haben sie auch unterstützt während der Kolonialzeit, in der die Ungläubigen da in unseren Ländern sehr, sehr viele Millionen von Menschen getötet haben und unterdrückt haben. إذن أيها الأبناء إذا أردتم أن تفهموا هذا الحديث حديث بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فعودوا إلى الغرباء الأولين ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام إذا أردنا حقا وصدقا وإخلاصا أن نفهم هذا الحديث فهما صحيحا فهما عمليا ليس فهما نظريا احنا الآن كثير من الناس يفهمون بعض الآيات أو بعض الأحاديث فهما نظريا لكن الفهم النظري لابد أن ينضاف إليه الفهم يتبعه العمل عمل ولذلك يا إخواني يا أبنائي إذا أردنا أن نفهم هذا الحديث فهما سليما صحيحا 100% فعلينا أن نقرأ سيرة الغرباء الأولين ألا وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام حتى لا نقع في فهم خاطئ للحديث ولذلك فإننا إذا رجعنا إلى الغرباء الأولين
نجد أنهم فهموا هذا الحديث فهما سليما صحيحا. فوجدنا وتجدون إذا رجعتم إلى سيرة رسول الله وصحابته ماذا ستجدون؟ ستجدون أنهم ما قر لهم قرار وما هدأ لهم بال أبدا، وهم ينظرون إلى ماذا؟ إلى الشرك الذي عم الكرة الأرضية كلها والفساد، لم يجلسوا في بيوتهم مكتوف الأيدي يراقبون وينظرون أبدا، وإنما انطلقوا كما انطلق سيد الغرباء محمد صلى الله عليه وسلم، انطلقوا للدعوة إلى الله حاملين رسالة الله إلى البشرية كلها، رغم العوائق، رغم العقبات، رغم الأذى، رغم التشريد. هذا هو الفهم الصحيح. وهم غرباء في المجتمع المكي، في المجتمع المكي كانوا غرباء، ولكن هذه الغربة لم تثنيهم ولم تقعدهم عن ماذا؟ عن العمل الحركة والعمل لدين الله وتبليغ رسالة الله سبحانه وتعالى للناس. ولم يطرأ على بالهم هذا المفهوم الذي يفهمه أغلب المسلمين في هذا العصر، ويقول لك إذا اهتديت أنا واستقمت أنا على طريق الله لا يضرني من هلك. هذا غير صحيح. ولذلك هذه الآية كثير من الناس فهموها فهما أيضا فهما غير صحيح، فهم خاطئ، ألا وهي قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. هذه آية في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الظاهر في هذه الآية الذي يتبادر لكل ذهن للذهن ياش الذي لا يغوص في فهم معاني الآيات فهما سليما، قل يا ربي قل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، عليك بنفسك، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، لا يضركم ضلال الضالين ولا كفر الكافرين ولا فسق الفاسقين ولا إلحاد الملحدين، ما يضرك أنت إذا كنت أنت متقي الله خلاص. فسمع، وصل الخبر إلى الصديق، إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال للصحابة الكرام قل لم أنتم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ما هي؟ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ثم قال المسلم، احنا المسلمين إذا رأينا المنكر ولم نغير هذا المنكر توحد فينا ما غيره، قال أوشك الله عز وجل أن يعمهم بعذاب. صوروا منكر بين أظهرنا في المجتمعات الإسلامية وكل الأمة ساكتة عن هذا المنكر، ما قامت بتغييره، والله إن الأمة معرضة لغضب الله ومعرضة لسخط الله سبحانه وتعالى. إن الأمة إذا رأت المنكر ولم تغيره أوشك الله، أوشك هذا في اللغة العربية من أفعال المقاربة، يعني قريب الله تعالى أن يعمهم العذاب العام، يعاقبنا جميعا. ولذلك الآية المفهوم ديالها الصحيح هو أننا لما نأمر بالمعروف
وننهى عن المنكر ها ونؤدي ما أوجب الله علينا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقيم الحجة على الناس ونبين لهم الإسلام كما أنزله الله تعالى عندها لا يضرنا من ضل إذا اهتدينا. ولكن احنا اهتدينا ونرى أمامنا الكفر ونرى الفساد في الأرض ونرى المنكرات وما نطقنا في يوم من الأيام وما نهينا عن هذا المنكر في يوم من الأيام ثم نقول ونقرأ الآية ونعمل مبرر ومسوغ لأنفسنا بأن لا يضرنا من ضل إذا اهتدى. هذا فهم خاطئ، هذا فهم خاطئ 100%. الفهم السليم هو لما نقيم الحجة على الناس ونبين لهم بيانا شافيا ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولم يستجيبوا ها عندها ما يضرناش من ضل إذا اهتدى. أما إذا سكتنا وخرصنا كالشياطين ها ولم نأمر أحدا من الناس ولم ننهى أحد من الناس، وهذه وظيفة عظيمة في ديننا هي وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وما كنا نحن أمة محمد خير الأمم إلا بهذه الصفة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا لم نأمر الأمة عطلت هذه الوظيفة، هذا المبدأ العظيم الذي هو سبيل النجاة، سبيل النجاة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم هو الأمر بالمعروف والنهي عن، إذا عطلناه والله لم نكن في يوم من الأيام خير أمة أخرجت للناس. لأن هذه الآية فيها شرط وهو إيش؟ الأمر بالمعروف. كنتم خير أمة أخرجت للناس متى؟ حتى نؤدي شرط الله في هذه الآية، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تعلمون أيها الإخوة الكرام لماذا لعن الله تعالى بني إسرائيل؟ لماذا لعنهم الله وطردهم من رحمته؟ لما ضيعوا هذه الفريضة، هذه الوظيفة، وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فاستحقوا لعنة الله. قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ولذلك ورد في الأثر أن رجلا عالما صالحا مستقيما، مستقيم ملتزما بشرع الله سبحانه وتعالى، فلما ومجتمعه أمامه وأصحابه أو قريته أو مجتمعه يرى بأم عينيه انحرافهم ويرى ما يفعلونه من منكرات وما يمارسونه من معاصي وسيئات، ولكنه سلبي، هو صالح في نفسه فقط. فلما جاء عذاب الله، الله تعالى أنزل عذابه بهؤلاء العصاة، فيه ملك قالوا يا رب إن فيهم رجلا، فيهم فلان صالح. اسمعوا يا شباب، الله تعالى قال لملائكته، ملائكة العذاب لينزلوا العذاب على هذه القرية، قالوا فبه فابدأ، قالوا ابدأ بهذا، هذا الصالح. لأن الإنسان يجب أن يكون صالحا مصلحا، ماشي صالح فقط، صالح مصلح. الصلاح لا يقتصر أن تكون صالح في نفسك وترى من حولك، الناس من حولك بعيدون عن الله، غارقون في المعاصي والمنكرات، منحرفون عن دين الله،
لا تحره ساكنا قال له فبه فابدأ لأنه لم يتمعر وجهه في قط قالوا لأنه شوف المنكرات عمر الوجه دياله مغضب لم يتمعر ما تغيرش شيء وجهه في يوم من الأيام من هذه المنكرات التي يعصى الله بها ولذلك شوف احنا في ديننا النبي يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده مراحل فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان وفي رواية وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان إذن أنا وقفت وقفة متأنية مع مفهوم وحقيقة الغربة للدين حتى لا نفهم هذا الحديث ولا نفهم غربة الدين وحقيقة غربة الدين ومعنى غربة الدين مفهوما سلبيا مفهوما خاطئا مفهوما مبتورا لا يمت إلى الحقيقة بصلة ولا يمت إلى إلى فهم رسول الله وإلى فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلة